طبعا جوائز الولاد دوري مرحله الاشبال مبروك ليهم البطوله، وطبعا في شكر وتقدير ان شاء الله هنقوله دلوقتي. جوائز برضك من اولياء الامور اللي يعطيهم العافيه، ليهم يستاهلون العيال. ما قصرتوا يا عيال، والله يعطيكم العافيه على مجهودكم داخل الاكاديميه يا ولاد. والله من احسن من المجموعات اللي مسكتها ومرنتها بحايل، وزي ما بقول انتوا المستقبل بتاع المنطقه، وانتوا مستقبل حايل. ابو مطر موجود، ماما موجود، استمروا، اعمل كل ما في وسعك. اوعى حد يجلس في البيت ويكرش ويسوي، لا 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 لا، العب وانطلق واعمل كل ما في وسعك، انت المستقبل. خلاص رجاله، سقفه كبيره لطلاب البراء الاشبال يا شباب. لا لا مش سامع انا يا زيزو. الله يعطيك. اول حاجه بشكر وجود اولياء الامور، الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا معنا، سقفه كبيره ليهم يا اولاد. وحضوركم معنا اليوم شرف لينا، وانا يعني فخور بتواجدكم ومتابعه الاطفال معانا. في ناس تانية ممكن يجيبوا الاولاد ويلعب يلا شويه ونص ساعه وما عندك مشكله، لكن متابعتكم ليك للسناب عندنا وللولاد ومتابعتكم معايا ليهم ده شرف ليا كبير جدا. والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله زي ما بقول لهم دول من المستقبل، ومتابعتكم ليهم هيكونوا رقم واحد باذن رب العالمين. طيب احنا بالنسبه لنا كان في داعم قوي لينا داخل الاكاديميه من ساعه ما جينا، وانا طبعا خلاص اخر دوام ليا هنا في النادي. النهارده خلصت معكم، بكره اخلص مع المتوسط والجامعه، واقول لهم مع رمضان علشان ما حدش يروح بعيد عن المنطقه. ان شاء الله هنتقابل ونتواعد في اكاديميه اخرى زي ما قلت اهو. النهارده احنا خدنا ملعب فيفا، هيصير فيه اكاديميه كبيره ان شاء الله، وهيصير فيه المواصلات، هيصير فيه كل شيء. تابعوني بس انتوا الفتره اللي جايه هنزل لكم كل شيء، وانا هصير باجازه في مصر. اهلي وحشوني، وضع بالنسبه لنا هاخد اجازتي ونرجع للعمل مباشره. اهم شيء عندك اختباراتك الفتره اللي جايه بعد العيد، صح؟ اهم حاجه النتائج، زي ما شرفت والدك هنا تشرف والدك في البيت في النتائج بتاعتك. خلاص يا اولاد. طيب النهارده جالنا دعم من شخص عزيز وغالي، الله يعطيه العافيه، سقفه كبيره لابو فهد يا اولاد. طبعا هو كلمني وقال لي انا عامل جايزه خاصه لاحسن لاعب بطوله، احسن حارس، صح كده يا اولاد؟ طيب هداف البطوله اليوم اللاعب فهد الهمزاني. طبعا الجائزه بتاعت احسن لاعب بتاع دوت هداف البطوله يا اولاد. اللاعبين المركز الاول مجموعه السيتي يا رجاله. واحد هنا، صف واحد كاملين. موت موت مع السيتي، سيتي معنا، موت معنا. انت قلت حمد ايه؟ مدافع، صح؟ احيانا المدافع ما ياخد جوائز، بس لما يكون المدافع ما شاء الله عليه عنده كوره وعنده مناولات وراجل بيجيب اهداف، ده شيء مميز جدا، عشان كده نكرمه عليه. المره اللي فاتت اعطينا الفهوش، صح؟ وفادي كان لسه اول مره يشارك معنا. المره اللي قبليها كان عبد الله العياده، صح كده؟ يعني كل مره بنعطي لاعب من اللاعبين، اكيد الدور هيجي عليه وهتستفيد بالجوائز اللي احنا مسوينها. افضل حارس مرمى مين؟ محمود. مين؟ محمود. محمود. محمود بطل. ايوه محمود. والله. ايوه محمود. جدع جدع. يا محمود. الله. ما شاء الله. محمود. على ان هم يعني اولادك واولاد جميع اولاد الامور اكيد يعني. علشان
سلم وتفضل. سافة كبيرة ليهم يا ولاد، سافة كبيرة ليهم يا ولاد. شعبوا يستاهلون والله. انت زيزو طيب احسن لاعب والله يا اولاد كلكم من احسن اللاعبين ما ابغى ازعل اي حد كلكم تستاهلون وانتوا عارفين الوضع بالنسبه لي انا عن نفسي ما بحبش اخلي حد عندي ما يعرف يلعب لان حرام اخد منه اشتراك وما يستفيد يبقى انا حرام عليا انا علشان كده كلكم تستاهلون افضل لاعب افضل لاعب في البطوله اللاعب حمد الشمري جدع حمد احسنت ده طبعا ما يقللش من المجموعه الموجوده اكيد يعني مبروك البطولة يا اولاد مبروك البطولة يا اولاد تستاهلون والله تستاهلون والله تستاهلون والله واحد اثنين ثلاثة مبروك البطولة يا رجالة مبروك مبروك الله يعطيكم العافية يا اولاد حاضر ثواني لا اجيب لك بدل يا كوتش باريس يا كوتش ثواني بس عشان نشوفه بيكملوا ولا ما قصرت يا عم ايوه هو اللي جاي اهو وين فارس يلا اتفضل يلا وين قيس يلا قيس اتفضل يلا مش شاركته تستاهلون يلا هنا هنا يلا بطل يا رب الدور الماضي كان فيه احمد عليك صح كده احمد كان موعدني قال لي يا كوتش مصطفى انا وزني هينزل قلت له هنشوف الراجل الصراحه اشتغل على نفسه ما شاء الله عليه وزنه نزل وجينا كرمناه قدامكم صح كده طبعا كان في وعد ما بينه وما بين عواد عواد الوضع بالنسبه له كان وزنه مليان وكان الكره ضعيف الحين كل المتابعين عندي يعرفون عواد لان مستواه اتحسن صار كويس مستوى زين ووزنه نزل مسافة كبيرة العواد رجالة